بعض الأحيان الإنسان يسأل يقول ليش أنا لا أجد في صلاة خشوعا، يصلي الإمام وينتهي من صلاتي ولا أدرك ماذا قال، لماذا؟ ربنا شكور، إما بمعصية جهرت بها أو بذنوب لخلوات قد أدمنت عليها أو لبعد عهدك عن التوبة، التوبة والاستغفار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم 70 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا من الأسباب التي تبعدك عن لذة العبادة أيها الأحبة كثرة الطعام وكثرة الكلام وكثرة المخالطة وكثرة المجالس، فيهديك الله جل وعلا إذا اجتهدت ودعوت وعلم الله جل وعلا منك صدق النية أنك تجد هذه اللذة العظيمة، وإذا وجدتها هان عليك كل تعب.